هنتكلم عن الجيكويد، هنعرف ايه الجيكويد اللي ما عندوش معرفه، وهنتكلم عن شويه انتروداكشنز النهارده ان شاء الله. طيب نقطه بس كده في البدايه، مين هنا ويب ديزاينر؟ مين ديفلوبر؟ مش عارف في ناس ده ولا ده، حد ما عندوش معرفه بالكود، حد ما كودش قبل كده؟ مين ما كودش خالص قبل كده؟ سي اس اس، جافا سكريبت، اتش تي ام ال، اتش تي ام ال. طيب هو النهارده ريكوايرد عندنا زي ما وضحنا قبل كده انك لازم تكون عارف اتش تي ام ال، يعني احنا هنتكلم عن السي اس اس في المحاضره دي، المحاضره الجايه كمان هنتكلم عن الجافا سكريبت، الانتروداكشن للجافا سكريبت، لكن يعني مش هنلحق نتكلم عن اتش تي ام ال. دلوقتي في تفاصيل صغيره جدا هديهولك مش هياخد منك ساعات ان شاء الله تكون مراجعه وتكون الدنيا جميله. طيب احنا نبدا في الاول نتكلم عن ايه هي الجيكوري. ببساطه الجافا سكريبت فيها تفاصيل كتير، الجافا سكريبت اكوادها كتير شويه، محتاجين شويه شغل عشان نعمل افكت في الصفحه زي ما وضحنا قبل كده في الفيديو اللي كان بنتكلم فيه عن الكورس. الجافا سكريبت هي بتعمل شويه انيميشنز في الصفحه، شويه افكتس في الصفحه، يدينا شوية فاليديشنز على الفورم، زي مثلا أما أقف على اسم حد في الفيسبوك فبيطلع لي كده تول تيب مين الريليتد بيني وبينه، الفينس اللي بيني وبينه مثلا، حاجات فالتول تيب دي ظهرت بالجافا سكريبت، لأن الـ HTML هي ستاتيك، هي بتعمل صفحة ثابتة، لكن إيه اللي بيدينا افكتات وإيه اللي بيحرك وإيه اللي بيعمل اللي معظم الناس بتهيألي عارفاه اللي هو الأجاكس مثلا أو بعض الحاجات دي هي الجافا سكريبت. ايه هي الجي كويري؟ الجي كويري بتخلينا بدل ما نكتب اكواد جافا سكريبت كتير نكتب اكواد اقل بكتير، بس مش اكتر. يعني السلوجن بتاعهم رايت ليس اند نو مور، ببساطه نكتب كود اقل ويعمل حاجات اكتر بكتير قوي بصغير. الجي كويري عندها بروجكت، يعني بروجكتين كمان بعد ما اتعلم جي كويري، بعد ما اتعلم طريقه كتابه الجي كويري تستفيد انك هتكون بتعرف تكتب الحاجات دي اللي هي الجي كويري يو اي، ودي بتعمل شويه حاجات اوفر، شويه اوبجكتس مثلا زياده في الصفحه، لو حد معاه ايفون هيلاقي مثلا عنده السويتش اون واوف شكله عامل كده، طب اعملها ازاي بالجافا سكريبت؟ اوكي جي كويري يو اي مديك التول دي، طب عايز اعمل كالندر ادوس واختار التاريخ والشهر اللي بعده والسنه اللي قبلها والكلام ده، جي كويري يو اي مدينا التول ده، عايز اعمل اجاكس ابلود، عايز اعمل شويه حاجات زياده موجوده في جي كويري يو اي. بدأوا مشروع جديد بقالهم فترة، طلعوا منه دلوقتي البيتا 2 تقريبا أو الريليز، اسمه جيكواي موبايل فريم ورك، بيخليك تعمل يعني بيديك أوبجيكتس جديدة أو بيديك تولز جديدة عشان تعمل موبايل انترفيس، ويب موبايل انترفيس، يعني موقع مخصص للموبايل، ولكن بسهولة تقدر تعمل شوية أوبجيكتس زيادة، بسهولة تقدر تعمل يعني افكتات زي افكتات الأيفون مثلا والكلام ده كله، نديها لك في اللايبه دي مجرد كل لك انك تستخدمها بس. مش فاهم، نبص على الديموز نشوف احسن. عندنا هنا جبنا شويه ديموز كده صغيره، كل شايف كل شايف مثلا فور اكزامبل ان انا ادوس على دي حاجه تنزل سلايد لتحت او سلايد لفوق، سلايد داون، سلايد اب، ان انا ادوس اكس فالغي حاجات، اقفل حاجات من الصفحه عندي، ان انا اعمل شويه افكتات زي كده، ان انا اعمل اكورديون زي كده مثلا بعض الداتا بشكل معين وما الى ذلك. ده الحاجات دي كلها اللي بتعملها الجافا سكريبت، الجي كويري بتسهل عليها الحاجات دي. كمان كنا عشان نعملها بناخد شويه وقت، يعني انا فاكر ان انا كنت بعمل في وقت صغير كده تضيف فيضيف حاجه فوق فتنزل كده تعمل لك كده وتطلع تاني، كانت في مثلا قيمة ايه؟ 120 سطر 130 سطر، يعني حاجة كده حلوة. في الجي كويري يعني ممكن من 3 ل 5 سطور بكتير قوي. فعليا هو عمل حاجة جديدة. طيب مين محتاج الدورة دي؟ مين محتاج الكورس اللي احنا فيه دوت؟ الويب ديفلوبر عشان يقدر يقدم الكونتنت اللي عنده بشكل اسهل، يقدر يقدم الكونتنت اللي عنده بشكل يوزبل اكتر لليوزر، يعني بدل ما اليوزر مثلا عشان يعمل حاجه فيروح لصفحه ثانيه ويرجع زي جيميل، جيميل كلنا بنشوفه ان هو ما بيعملش ريفرش،
بندوس عليها بوس تظهر الحته دي بس هي اللي بتاعتك، ندوس على كومبوز تظهر بسرعه لان هي متحمله اوف لاين بس في حاجه اختفت وفي حاجه ظهرت وما الى ذلك. ده مثلا اسمه ده بيستعمل فيه الاجهزه مثلا. فالديفلوبر محتاج عشان يوصل المحتوى بتاعه بشكل اسهل. اوكي طيب الديزاينر محتاجه في ايه؟ الديزاينر لازم يكون عنده درايف بالامكانيات اللي يقدر يقدمها للديفلوبر اللي معاه في اليو اي بتاعه. انا يعني كديزاينر محتاج ان انا اعرف ايه اللي اقدر كديزاينر محتاج ان انا مثلا اما شفنا شويه الاكزامبلز اللي انا قريتهم شويه سلايد اوكي يبقى الديزاينر وهو بيعمل الديزاين مش هيفكر ان انا مفيش مكان احط محتوى تاني، لا لا ده انا ممكن احط حاجه فوق يدوس عليها ينزل. زي فور اكزامبل تعالى نتخيل في الفيسبوك لو مفيش زر نوتيفيكيشن مش جزئيه بتاعت نوتيفيكيشن، لو موجود على الجنب اعلانات واحد منهم هيحطها فين؟ فهيضطر يعمل لك نوتيفيكيشن صغيره قوي كده. لما قدر يختصرها ويخليها في زرار هنا وتظهر ده كل ده ظهر جافا سكريبت وراح ريكوست على السيرفر وجاب حاجات وجه الديفلوبر قدر يعرض المحتوى بشكل سهل والديزاينر كمان قدر برضه يكون متواصل معاه بانه يتخيل ايه اللي هيعمله له ايه اللي بيقدمه لنا عاده يعني عن شغل عن تجربه. اوكي انا ديفلوبر ولكن لما كنت باجي اشتغل كنت بقول للديزاينر اللي معايا الافكت ده اعمله في كام ثانيه اللون البودر ده يبقى بودر كيرف قوي ولا لان في الاخر هو اللي رؤيه دي يعني هو اللي يحددها. فلما بيكون الديزاينر اللي معايا عنده اكسبيرينس مش في جيكوي في الجافا سكريبت عامه في الايفكتس اللي ممكن يعملها ايه الكلام ده كله بيقدم لي ديزاين معروض فيه المحتوى بشكل ذكي بنقدر نستخدمه بنقدر نستخدم الاماكن كتيره ونحط محتوى في زوار وما الى ذلك. اوكي هنتعلم ايه في الكورس دوت؟ الكورس ده بصراحه انا اديته قبل كده في 5 سيشنز وكانت اول سيشن مؤدبه جدا 3 ساعات الباقي كله كان ما بين 4 ل 5 ساعات يعني. ان شاء الله انا حابب ان انا اضغط جدا ان شاء الله. اول سيشن ان شاء الله النهارده احنا اتكلمنا عن الانتروداكشن عشان نعرف اصلا احنا هنتكلم عن ايه وفائدته بالنسبه لنا ايه. هنتكلم عن السي اس اس هندي انتروداكشن عن السي اس اس وهندي شويه توتوريالز بحيث الناس تقدر تذاكر فيها او توصل لمعلومات اكتر من لحد السيشن الجايه. الجافا سكريبت كبيره مش هنقدر ندي جافا سكريبت في سيشن ولا اثنين ولا 10 لا الجافا سكريبت فيها تفاصيل كتيره احنا هنقدر ندي انتروداكشن على الجافا سكريبت. طيب الديفلوبر محتاج يفهم كويس جافا سكريبت لان في الاخر هي كود وبرمجه ولازم يعرف وهتكون مش بعيد عنه كتير وكده كده بيكتب كلاسز وبيكتب بيعمل اوبجكتس جديده وما الى ذلك. فلما يتعلم الجافا سكريبت مش هتبقى صعبه عليه خاصه ان هي سنتكس وبالتالي في كتير شغالين سيستم. اما ديزاينر انا شايف ان ديزاينر مش محتاج انه يتعلم جافا سكريبت كويس لكن هو محتاج يعرف هو بيستخدم ايه. محتاج يعرف يعني ايه فاريبل، محتاج يعرف يعمل اف، محتاج يعرف يعمل فور، محتاج يعرف يعني ايه كول باك لما يكلم فانكشن يديها حاجه ثانيه. ليه؟ عشان هو هيستخدم الكلام ده. بعضنا دلوقتي يعني لو في ويب ديزاينرز بيستخدموا اكواد جافا سكريبت ولكن مش فاهمينها يقف قدامهم ايوه صغير قد كده يقفوا بقى خلاص مش عارفين يعملوا ايه ويشيلوا يقول لك نشوف كود غيره شغال على اساس ان ده مش شغال مثلا بس ان اللي عامله ومستخدمه هو مش شغال. جميل. الجيكوري هناخد فيها بقيه المحاضرات ان شاء الله. اتمنى اعرف ادي الاساسيات في المحاضرتين ما كانش هنقعد نفتح في ثلاثه ودي هتكون في رمضان فنتمنى ان شاء الله نخلص بقى. المحاضره الاولى عندنا النهارده المقدمه اللي احنا بنديها دلوقتي والانتروداكشن تو سي اس اس. المحاضره الثانيه هندي اساسيات جافا سكريبت. المحاضرة من الثالثة للخامسة ويا رب الرابعة بس هندي ان احنا ازاي نستخدم الجافا سكريبت. المنهج هنشيره المنهج موجود جاهز هنشيره النهارده على البيج على وبيبا. اوكي محتاجين ايه؟ محتاجين يكون على اجهزتنا فايرفوكس ومن جيت فايرفوكس دوت كوم اكيد كله عن فايرفوكس. محتاجين يكون في بلجن بتاع اسمها فاير باج. مين هنا ما شافش او ما استخدمش فاير باج قبل كده؟ اوكي فاير باج ببساطه هي تول بتساعدك انك كلنا بنكتب كود اتش تي ام ال او جافا سكريبت نخلص نروح على البراوزر نعمل فيش في حاجه ناقصه طيب نرجع تاني نغير اللون
لا لسه مش ده، او نغير الحجم، لا عايز يكبر سنه، يكبر سنه، يكبر سنه، ونرجع تاني. الفرق بقى بتدينا ان احنا نعدل الكلام دوت في البرزر. يعرف احول له انت؟ ايوه بس على شويه، بس على شويه، اه كده كويس. اخد الرقم احطه في الملف عندي على طول في الايديت بعد كده، اكيد هنجربه سوا مع بعض. كمان الاهم من كده انه جافا سكريبت ديبجر، يعني بيدينا الايرورز اللي موجوده في جافا سكريبت. يعني اذا كنت انا كاتب حاجه غلط، لو بي اتش بي، البي اتش بي فيها موبايلر هيقوم جاي بيقول لي في ايرور ويقف. هنتكلم على بيزك اكزامبل بعد كده، فين اقدر اكتب اكواد السي اس اس ديت، و هنتكلم على حاجه اسمها سيلكتورز واتريبيوتس او كواليتيز، وهنتكلم ليه كده كلمتين عن حاجه جديده اسمها سي اس اس. انت ما بتمشيشني اول مره. اوكي، ال HTML كله اشتغل HTML، طيب في ال HTML بس عشان نحدد حجم الكلمه معينه، فاحنا محتاجين نستخدم فونت ونقول له سايز ايكوال من 1 ل 7، بعد كل فاكر اللي انا بقوله ده. طب لو 1 2 3 4 5 6 7 دول السبع احجام اللي عندي، وانا عايز احجم بين 2 و3 بين 3 و4، هي دي احجام ستاندرد عند ال HTML. طب اعمل الكلام ده منين؟ اعمل فونت منين حجمه ما بين 6 و7؟ اعمله منين اكبر من 7 اصلا؟ الكلام ده موجود في السي اس اس. اوكي؟ طيب كنا بنقول فوائد السي اس اس، ولما يدخل بعد كده هنكمل على طول عشان دلوقتي. فوائد السي اس اس زي ما قلنا في بعض التنسيقات مش موجوده في ال HTML، ما بنقدرش نعملها غير بالسي اس اس. ادينا مثال على حجم الفونت، ممكن نتكلم على البوردر، ممكن نتكلم على الكيرفز بتاعت البوردر، ممكن نتكلم على حاجات كتيره قوي. تقريبا ال HTML ما بقاش فيها تنسيق، يعني ما فيهاش تنسيقات، بل ان النصايح بتقول انك ما تنسقش جوه ملف ال HTML. طب ليه؟ عشان سد، عشان الامكانيات الثانيه، ان انا هكون كل التنسيق بتاعي، كل الستايل بجري جوه ملف ال CSS، وجوه ملف ال HTML انا بس مجرد حاطط الدايجرام اصلا، حاطط الاوبجكتس، التاجز تعتبر بالنسبه للجافا سكريبت دي اوبجكتس، دي كائنات بنكلمها وبنتعامل معاها وحاجات زي كده. من هالي البروجرامرز فاهمين قصدي ايه؟ عشان هي ليها مواصفات وليها صفه، ليها وظايف كده، فبتبقى اوبجكت. اوكي. ثالث نقطة، فور اكزامبل تعالى نتخيل ان احنا في طريقة معينة في السي اس اس اللي هنتعلمها بعد شوية، نقول له كل التاج ايه ياخد لون احمر ويكون تحتيه اندر لاين. عملنا تنسيق واحد، عملنا كود واحد مثلا بيه كل اتجاهات الايه؟ طب يعني ايه نقدر نكتبه اكتر من مره؟ يعني هم جاي قايل له كل الايه تاخد اللون الاحمر واندر لاين، بعد كده هم جاي قايل له الايه اللي جوه التيبل الفلاني ما يبقاش فيها اندر لاين. يبقى الايه اللي جوه التيبل الفلاني ده اتنسيت مرتين، مره بياخد احمر زي كل التريب اللي في الصفحه، ومرة انها تشال منها لوحدها الاندر لاين. طيب انا بدل ما اروح لكل واحده اقول لا انت احمر وانت احمر زي ما بنعمل في اتش تي ام ال، انا كتبت كل مره واحده بس، بل ان انا كمان كتبت نفس الكود ما كررتوش معايا، يعني كتبته مره واحده لاكثر من تاج، وبعد كده لما جيت قعدت الحاجه عدلت على صفه واحده بس ما عدلتش على كل حاجه. النقطه الاخيره دي تقريبا بعيد الاهداف اللي مش عارف تتبان. ده مثال على طريقه انك تنسيس الصور من دبليو سي سكولز. ده اسمه سيلكتور، اللي احنا شايفه كويس. ده سيلكتور. سيلكتور يعني ايه؟ يعني اللي بنادي بيه الاوبجكت، او بنادي بيه الناس اللي هتتاثر بالتنسيق بتاعي دوت او بالكود السي سيستم. اتش 1 ده بنسميه سيلكتور، يعني ايه؟ يعني اللي بسلكت بيه الاوبجكت او الشيء اللي هيتاثر بالتنسيق بتاعي. بعد كده بفتح القوسين بتوعي، طبعا مش فارقه في نفس السطر ولا افتحه هنا واقفله هنا. فبفتح القوسين بتوعي، حد شاف اي حاجه؟ طيب الحمد لله. جميل. بعد كده بكتب هنا دي اسمها بروبرتي ودي الفاليو، ودي بروبرتي ودي فاليو. جيت هنا قلت له ايه؟ ال H1 الكالر بتاعه ده اسمه البروبرتي يكون بلو. اقدر اكتبها برضه اكس ديسما، اكس ديسما اللي هو الهاش والست خانات. حد قاعد بيكون سوا؟
حتى مش عارف قصدي بيتكونوا ازاي. انا بقول فكرتهم ايه؟ اوكي هقولها. الست حاجات عارفين قصدي على ايه؟ شباك وبعد كده الست. اول خانتين، ثاني خانتين، ثالث خانتين، هم ار جي بي ريد جرين بلو. بيتكتبوا بالهكس ديسما. الهكس ديسما ده اللي هو السادس عشر، اللي هو من صفر لحد 16، يعني الارقام العاديه بتاعتنا من صفر ل 9، انما دي من صفر ل 16. طب بنكتب زي صفر 1 2 لحد 9، 10 تبقى A، 11 تبقى B، C، D، E، F. جميل. ف فور اكزامبل لو كتبنا لو كتبنا 0 1 فده اكبر ولا 1 0؟ 1 0 ده طبيعي عندنا. طب لو كتبنا F 0 او Z او Y اللي الاكبر؟ تاخد شويه وقت تختار لون تاني. اللي تحت هو السوق اللي فوق هو الاكبر، لان الاف هنا مقارنه اللي هي ب 16 في 5 10 يعني. اوكي؟ فاذا اديته اف اف طيب انت قصدك اديني اعلى حاجه من اللون ده. فاذا كملتها كده اهو يبقى اعلى حاجه من الريد واعلى حاجه من الجرين واعلى حاجه من البلو. لو خليت دول صفار بقى بلو بس. لو قللت ده شوية بقيت تقلل الريت وما هتزعل. تمام؟ يبقى عايزين بس نعرف الأسماء ديت عشان وإحنا شغالين ممكن أذكر الأسماء دي. برضه إحنا شغالين لو حد نسي أي اسم من المسميات دي يبقى أوكي؟ فإحنا عندنا ده السيلكتور، بروبرتي، فاليو، بروبرتي، فاليو، ودي طريقتي. طيب بنكتب فين؟ ده المهم. نكتب فين؟ نفتح أول إكسامبل معانا. البرزنتيشن دي متاحه اونلاين على الويب سايت عندي، ومتاح كمان الكتيت اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي في ملفات ال اتش تي ام ال في ال اتش تي ام ال. حد مش عارفه؟ في ال اتش تي ام ال. اوكي في ال اتش تي ام ال الطريقه ان انا عايز اكتب تاج، فكتبت شويه كلام من اهو عايزه ما يظهرش يبقى از كومنت. بفتح كده وبقفل في الاخر كده. اوكي اصبح ده كده از كومنت. انا عامل كومنت لشويه الاكواد اللي انا مجهزها فوق. هنكمل ده كود اتش تي ام ال عادي خالص ما فيهوش اي حاجه مختلفه. كاتب هنا تاج غريب شويه، تاج مش موجود اصلا في الاتش تي ام ال، ليه احتياج نستخدمه بعد شويه. كاتب هنا باراجراف اتش 2 ريفيجن اتش 2 بس مش اكتر. طيب شكل الصفحه دي شكل الصفحه. اوكي الصفحه دي خالص ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه متنسقه. اللي احنا هنعمله دلوقتي احنا هنشوف اول حاجه فين نكتب كود السي اس اس بتاعنا. تاني حاجه هنشوف هنعرف السيلكتورز ونعرف ازاي ننادي كل اوبجكت من دول بشكل عام. اوكي اول طريقه لكتابه السي اس اس ان انا اكتبه جوه التاج نفسه كاتريبيوت عادي خالص زي اي اتريبيوت اتش تي ام ال بالشكل ده. زوم اكتر ما تزومش اكتر ما تزومش انا هزوم. عندنا تاج بي كله شايف كده. اوكي اوكي نقلب الخلفيه بيضاء. لا جميل. بي عندنا اتريبيوت زي ما بنكتب فونت، زي ما بنكتب فونت فيس، زي ما بنكتب اي اتريبيوت عادي خالص في الاتش تي ام ال اسمه ستايل. وبدانا بعد كده نكتب السي اس اس بالطريقه العاديه بتاعتنا اللي كنا شايفينها من شويه، اللي هو بوردر ده البروبرتي وحطيتهم فوق بعض، وبعد كده كتبنا الفاليو بتاعتها اهي ادينا بوردر. طبعا عارفين ان البوردر اصلا مش موجود في الاتش تي ام ال غير التيبلز وبشكل معين، ما فيهوش تفاصيل كتير. فالبوردر ستايل من السي اس اس. اوكي حد عايز يستفسر عن ان احنا كاتبين هنا اللون ثلاث خانات بس؟ يعني قبليها زيرو. اوكي ثلاث خانات ببساطه. لو كتبت اف اي بي كاني كتبت اف اف اي اي بي. اوكي فانا هنا كاتب 1 2 3 كاني كاتب 1 1 2 2 3. اوكي هنسيب ونروح ناحيه ثانيه نشوف على البراوزر نلاقي الوضع اتعمل بالشكل ده.
طيب ده اول طريقه ان احنا نضيف سي اس اس كاتريبيوت عليه خالص زي اي اتريبيوت اتش تي ام ال. طيب الطريقه الثانيه هنا اولا عيب الطريقه دي ان احنا ما فصلناش الاتش تي ام ال عن السي اس اس. الثاني عيب كده بنكلم كل تاج لوحده يبقى ما خدناش من السي اس اس غير انها تديني تنسيقات اكتر لكن ما خدناش منها ان احنا فصلنا ده عن ده ما خدناش منها ان انا كتبت مره واحده وبنفذ على كذا حاجه. جميل. طيب نطلع من اوبو نلاقي في طريقه ثانيه هنا مستخدمينها عن طريق تاج اسمه ستايل مكانه الصح يكون في الهيد ما بين تاج الهيد. طيب كده ازاي ستايل طيب كذا حاجه اسمها ميديا كمان برضه نقدر نستخدمها. لدينا هنا السليكتور ده بشكل معين ده اسلوب سليكتور مختلف انا اعرف اكتر من نعرف ايه السليكتورز. ودينا له حاجه اسمها باك جراوند كلر ودينا له لون معين. طيب نروح لك نشوف ده ايه ده متأثر بالباك جراوند. وفي طريقه ثانيه. طيب الطريقه الثانيه ميزتها ايه؟ قدرنا نكلم اكتر من تاني يعني اقدر اكلم هنا او جاي قايل له مثلا كل ال H1 طبعا واخدين بالنا ان الابتنال بيعمل اوتو كومبليت معانا وبعدين كمان بيقول لنا هو السبورت في البراوزرز ايه؟ تقدر تزود عدد البراوزرز دول من البروجريتس عندك تقول حاجات اكتر. عيبه ايه؟ ما فصلناش كود الاتش تي ام ال عن السي اس اس لكن ميزته ان احنا اتكلمنا اكتر من من من, من, من تاج او عملنا سيليكتور كبير اتكلمنا فيه اكتر من حاجه ونسقناها. عايز ان احنا انكلود ملف خارجي نحط سي سي سكور في ملف خارجي نستدعي عندنا بالطريقه دي بشكل طيب ليك ونقول له مصاري الملف فين وليكن هنا احنا حاطين فولدر سي سي ستايل دوت سي سي وقلنا له ده ستايل شيت تكستو برضه نقدر نستخدم ميديا نقدر تسيرش على الانترنت اكتر تفهموا فيه ميديا ببساطه ميديا برنت او ميديا سكرين او ميديا موبايل الثلاثة دول أو ممكن يكون في حاجات تانية ما عنديش فيها فكرة دلوقتي أو مش فاكرها دلوقتي. لو قلنا له ميديا سكرين معناها إنك بتقول له ملف السي اس اس ده للي داخل من براوزر عادي لو ما جبتش جديد مش فاهم. ميديا برنت معناها لما واحد يسكت ويبي حد جرب قبل كده يطبع صفحة من الموقع يلاقيها طبعا بتنسيق مختلف غير اللي ظهر قدامه. اه سماشي ماجازين وال بيبقى بشكل جميل قوي كده ومحترم ومفيش اعلانات كل الفكره انه حاطط السطرين دول سطر قايل له ان ده ميديا سكرين والتاني ميديا برنت انا مش حاطط ده ميديا سكرين ولا ميديا برنت. اوكي ميديا سكرين وميديا برنت حاجه كمان اسمها ميديا موبايل بس الاسلوب ده بقى قديم قوي ما اعتقدش ان لو حد بيستخدمه انك عشان تعمل انترفيس للموبايل هتعمله بس ملف سي اس اس لانك كده نفس كود الاتش تي ام ال كامل حملته على بروسيسور الموبايل ونفس ملف السي اس اس الاولاني كان يعني كتير عملت شغل كتير لان كان حاجات اهم بكتير قوي في الموبايل من التنسيقات. كان بيتكتب فيها كذا حاجه يعني هي ستايل شيت هي سي اس اس اختصار ل كاسكيدنج ستايل شيت فانت بتقول ده ستايل شيت ده ملف سي اس اس يعني مش عارف بيتكتب فيها اكتر من حاجه ثانيه مش هتقدر تربطه دلوقتي يعني في استخدامات ثانيه لتاج لينك في المقابل بيتفرق بينهم عن طريق ويل. لا الجافا سكريبت ما استدعاش بريك استدعى بسكريبت ستار سكريبت. اوكي طيب نفتح ملف سي اس اس احنا عندنا مستدعين ملفين كمان نقدر نستدعي ملف ستايل دوت سي اس اس وستايل عندنا كلام كتير هنتكلم عنه النهارده ان شاء الله نلحق نخلصه يا ريت الناس تفتح دردشه معايا فيه اكتر عشان مش يعني هو في دماغي بس مش مجهز حاجه اقولها فيه قوي. الاولويه ايه؟ مين يوفرايت على مين؟ يعني لو منسق الاوبجكت مرتين ثلاثه اربعه في ملفين ثلاثه اربعه مين الاوفرايت على مين؟ الاول هو ده شكل ممكن ندردش في بقيه بقى الاولويات الثانيه واحنا بعد ما نخلص ان شاء الله السليكتورز بس في حاجات ثانيه اكتر من كده ممكن تخلي فيه اولويه. اوكي نفتح ملف قليل الستايل وستايل ما فيهوش اي حاجه اكتر من كده بس ستايل ما فيهوش حاجه اكتر من كده عشان بس يقول لنا ان نجربه يعني نجربه هو طبعا احنا عشان استدعينا الملفين وحصل تنسيقات كتير ما نهيشهم دلوقتي كلهم
نشتغل عليهم حاجه حاجه عشان نفهمهم حاجه حاجه. ال 369 ده كان بيستايل ده. ملف ستايل 2 الملف دوت انا كاتب فيه شويه تعليقات. التعليقات هنا بتكون سلاش ستار وفي الاخر ستار سلاش. تقدر تكتبها لاكثر من سطر. اوكي. يعني مش لسطر واحد يعني اكثر من سطر. جميل. كاتب شويه تعليقات بالعربي يعني بالبلدي كده ممكن تقدر تراجعها لما تقعد شويه. ده اول طريقه للسلكتور. احنا دلوقتي هنتكلم عن السلكتور مش هنتكلم عن البروبيرتيز قوي يعني. البروبيرتيز كتير قوي كتير انما السلكتور هو المهم خاصه لان نفس السلكتورز هنستخدمها في الجيت ويري. الطريقه العاديه اللي احنا شفناها من شويه هي طريقه ان احنا نتكلم التاج نفسه. في تاج اسمه بادي. تاج البادي ده بنقول له الديفولت بتاعك انك تاخد دايركشن ار تي ال اتجاه الصفحه اليمين شمال. عشان كده شفنا هنا الصفحه اتقلب الديمينيشن. اوكي. الحاجه الثانيه طبعا الناس شايفه فوق كده ازود تمام. ده لنا حاجه اسمها مارجن وهنتكلم عن المارجن والبيدنج بعد شويه. يا ريت تفتكروها عشان تبصوا هنا على الانترست. المارجن والبيدنج. المارجن دوت الحدود الخارجيه يعني باي ديفولت صفحات ال HTML بيكون في حدود كده بره يعني اول كلمه تكتبها تلاقيها مش لازقه في هامش الهواء مش عارف مش 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 لازقه لا هو بيكون في حدود خارجيه او هوامش اوكي صح بيكون بعيده شويه. طيب هنا لما قلت له مارجن زيرو عشان يلزق بالشكل اللي احنا شايفينه هنا هو ده كده كل حاجه في الصفحه واخد حاجه في الصفحه كده. نور باك جراوند ايمج واضح يا اما الايمج مش موجوده طيب الايمج موجوده اوكي. ممكن نفتح الفاير باك ونبص صور الفاير باك ممكن يعمل لنا ايه؟ نظره سريعه عشان اوكي. الفاير باك بيكون موجود عندنا هنا هنا اهو الفاير باك اهوت. نظره كده سريعه سواء على الفاير باك وقد ايه هو مفيد. الفاير باك ببساطة يا جماعة هو في هنا كذا تاب تاب كونسول اتش تي ام ال سي اس اس سكريبت دوم نت. سكريبت السي اس اس زي ما انتم شايفين جاب لنا السي اس اس اللي مكتوب في الصفحة بس احنا كاتبين سي اس اس كتير مش معنى ده بس من هنا قال لك ده اللي مكتوب في الملف نفسه بتاع اي اكس تي دوت اتش تي ام ال هنا ده اللي موجود في ملف ستايل دوت سي اس اس ده اللي مكتوب في ملف كذا. يقول لي طيب خدنا في دي باج تعالى نبص هنا غيرت البروبرتي اوكي الفاليو بتاعت البروبرتي بالظبط 1 بيكسل تعالى نزودها انا بطلع بالسهم من فوق وبنزل لتحت اوكي. طب هل ده معناه انه عدل على ملف الاتش تي ام ال؟ مش منطقي طبعا لان ده المفروض ده ممكن يكون على السيرفر فوق يعني انا اقدر افتح يهو واعمل كده دلوقتي بس هيعدل عنده مش هيعدل اوكي. لكن اقدر ان انا عرفت الحجم ده مناسب خاصه الديزاينرز ده شيء مهم جدا 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 بالنسبه له. ده كده الحجم ده مناسب خلاص اروح هناك واكتب 20 اوكي. فاحنا دلوقتي انا دلوقتي هتراك المشكله موجوده ايه في ملف باك. ملف باك دوت جي بي جي اللي انا كنت عايز اقوله وقفت عليه قال لي فايل دوت جيفن مفيش فيل دوت جيفن يو ار ال ما عندناش اليو ار ال دوت. طيب ممكن هقول له فايل كليك عليه اوبن ايمج ان نيو تاب دوس كده يفتح لي الصوره. طبعا طلع لي قال لي ان في مشكله في الايمج طب نرجع تاني هنا كنا بنقول ان احنا ادينا باك جراوند. تعالوا نتكلم على تاج الباك جراوند. احنا شفنا مثال لتاج زي مارجن. مارجن ده بياخد قيمه واحده بس ده اللي ظهر قدامنا احنا بنديله بزيرو. ف بيكون ببساطه بالشكل ده. دي بتوضح لنا كويس الفرق بين المارجن والبادنج. ده المارجن ده الاوبجكت بتاعنا اهوت. ده المارجن الحدود الخارجيه اللي بره. البادنج
اللي جوه. يعني فور اكزامبل لو عندنا باراجراف وموجود في صفحه الباك جراوند بتاعتها احمر، تيجي ندي مثال عملي نزور بعض. هنقول دلوقتي ان احنا عندنا البيج دي هنديها باك جراوند كلر، خلينا نديه في صفحه الواحد عشان نشوفها بعد شويه. باك جراوند كلر نديله ريد عشان محدش يشوف حاجه. اوكي بقى بالشكل ده ناخد بالنا ان الباراجراف ده لسه لونه ابيض. طيب ايه الفكره؟ تعالى نستخدم التول دي نقف عليه كده، خلينا نعلم لنا عليه هنا اهو. خدتوا بالكم؟ اوكي تاني تاني اهي التول ديت استخدمناها، وقفنا على ده فقال لنا اه ده ال H1، وقفنا على ده. واخدين بالكم ان هنا اهو تحت بيتحرك معايا، يعني انا هقف دلوقتي على ده، واخدين بالكم ان هو علم هنا وقفت على ده، علم هنا وقفت على ده. واضحه معايا معاك كان واخده زي دي؟ اوكي فانا بسهوله اقدر اوصل فاتح ويب سايت ومدي هو تنسيق معين للاوبجكت معين، انا هو مديهوله ازاي؟ بفتح الفايل بقى وبشوفه عامله ازاي؟ وصل. اوكي فانا عايز اشوف دلوقتي الديفيجن دي، سوري الديفيجن دي، ونشرح عليها المارجن والفيه. الديفيجن دي واخده مارجن فوق 40 يمين 20 تحت 100 شمال 2. نعملها ازاي؟ هنشرحها دلوقتي حالا. ده اللي دخلني اصلا الجزئيه دي، انا هشرح ازاي مارجن احنا ادينا رقم واحد، ازاي نديها اكتر من رقم. اوكي بوردر واخدين بالنا ان المارجن بار، بعدين في بوردر، اذا لو ادينا بوردر هيكون جوه المارجن. اوكي وادينا بادنج، وبعد كده قال لك في المقابل بقى حجمها هي قد ايه. دي من امكانيات الفايربج الجزئيه اللي احنا بنشوفها دلوقتي، امكانيات الفايربج ان هو بيهندل لنا الصفحه، بيحلل لنا الاوبجكت ده واخد ايه. طيب تعالى مثلا نقول اكزامبل، شايفين المكان ده هنا قد ايه؟ تعالى نقول ان احنا هنزود المارجن ونخليه 100. هذا هنا الجزئيه دي بعد شويه صح؟ طيب بس البودر كمان بعد، انا عايز اوسع من جوه، يعني عايز المحتوى جوه يعني يكون فيه هوامش داخليه. يكون فيه ايه؟ بالظبط البادنج. احنا عندنا البودر في النص ما بين البادنج وما بين المارجن. اذا فلو ادينا لده 100 اهو كده هتفرق. المحتوى نفسه هو اللي بعد. اوكي؟ لو ادينا ده تاني 10 بقى الاوبجكت كاوبجكت هو خلاص قريب من الاوبجكتس الثانيه اهي، لكن من جوه الكونتنت هو اللي بيعد شويه. ده الفرق بين المارجن والبادنج. اوكي يبقى البودر في النص، المارجن بره، البادنج جوه. اوكي واضح كده يا جماعه؟ حد عنده اي سؤال في دي؟ معلش ناس متاخرين شويه يمكن تظبط معانا شويه بس معلش. نعم دوت البودر بالظبط كده، ده حجم البودر نفسه. هو في اكزامبل تاني خمسه. طبعا لو واخدين بالنا ان البودر هنا ليه اشكال غريبه شويه، ده هنتكلم عليها جوه. ده مواصفات السيسس من الانسيات اللي بتدي السيسس، انها تدي داش مثلا البودر يبقى داش تبقى دوتد. اوكي طيب نخش جوه، نرجع لكود السيسس ونشوف ازاي قدرنا ندي لاوبجكت معين قدرنا ندي المارجن اكتر من رقم. تعال نشوف المثال معانا. المارجن هنا محطوط دلوقتي صفر. اوكي هنشوف ازاي بروبرتي اديها اكتر من فاليو. المارجن من البروبرتيز اللي بتقبل اكتر من فاليو، زي ما لو قلنا دلوقتي خمسه اديها من جميع الجهات خمسه. 50 وضحت؟ انا اسف خمسه بيكسل. اوكي بنكبر وضحت لان هو بيمارجن من جميع الاتجاهات. طيب لو ادينا له بعديها 10 كمان بقى ده يمين وشمال، يبقى الاولاني فوق وتحت والتاني يمين وشمال. اوكي طب والتالت؟ لا تعالوا بقى نقولها، هي اصلا طريقه كتابتها فوق يمين تحت شمال، يعني المفروض تكتب لها اربع ارقام فوق يمين تحت شمال زي كده. ندي هنا 1 بكسل، 5 بكسل، 10 بكسل، 12 بكسل.
اوكي دلوقتي لو رجعنا هنا اهو على الاتش تي ام ال على البادي هيقول لك ادي 1 5 10 12 الارقام واضحه بالنسبه للناس ما تتكلمش في سنتكس احنا بنتكلم في مفاهيم دلوقتي اوكي 1 5 10 12 يبقى ان انا ادي ان انا ادي الفاليو بتاعت اربع ارقام ترتبها فوق يمين تحت شمال طيب لو شلت واحد منهم يبقى انا شلت اخر واحد ده اللي هو ايه؟ شمال شلت الشمال طب ياخد الشمال قيمته منين؟ من اليمين يبقى زي اليمين يعني اللي في النص يبقى يمين وشمال جميل طب لو شلت الثالث اللي هو كان ايه؟ تحت شلت تحت بقى الاولاني فوق وتحت لا ده فوق وتحت واللي بعديه يمين وشمال شلت ده بقى فوق تحت يمين شمال بقى الاربع اتجاهات ببساطه طيب انا مش محتاج ان انا ادي الاربعه يعني انا فعلا محتاج ادي واحد بس ومش محتاج ادي الباقيين صفار يعني انا ممكن ادي الباقيين كلهم صفار واخلي فوق بس هو البعيد شويه بس انا مش محتاج ادي صفار عشان ممكن يكون في يعني واخد قيمه قبل كده انا مش عايز اوفر رايت عليها اتكلمنا من شويه ان ممكن اكون مدي A كله كلر ريد واندر لاين ومدي له لاين اندر لاين اوكي جيت بعد كده قلت له اللي جوه التيبل الفلاني انا عارف نكتبها ازاي دلوقتي ادي له الكلر بتاعه جرين بس مش عايز اشيل الاندر لاين يعني مش لازم اكلم كمان الاندر لاين يبقى ساعات بضطر اكلم على قد اللي انا عايزه بس ادي تنسكيب على قد اللي انا عايزه بس عشان ما امسحش لو في حاجه هو وارثها او واخدها من التاج الاساسي اللي هو فيه جميل فعندنا طريقه ثانيه وهي ان انا اكتب امسح خلاص اهو وقام جاي كاتب مارجن رايت 10 اكس بعد كده قام جاي له مارجن ليفت 20 بكسل وخلاص على كده طب فوق واخد الديفولت بتاع البراوزر بقى اللي هو بيبقى حبه كده صغيرين مش عارف دي طبعا لان ده مش ستاندرد ده على حسب كل البراوزر اوكي هند كده للديزاينرز بعض الناس بتشوف ملف اسمه ريسيت سي اس اس بعد الديزاين فايدة الريسيت ده انه بيوحد الحاجات اللي مالهاش ستاندرد دي على كل البراوزرز يعني ببساطه بعضنا بيستخدم البي ار غلط طبعا مفهوم محدش يستخدمه بعضنا بيستخدم البي ار البي ار حجمها قد ايه؟ كم بيكسل بارتفاع مش معروف لسبب هي على الانترنت اكسبلورر اكتب اكتب لاين يعني حط لاين حط لاين تاني وحط منهم بي ار افتح فايرفوكس وافتح انترنت اكسبلورر تلاقي المسافه مختلفه في مقابل حاجه ما ينفعش اعتمد عليها في تنسيق في الديزاين بتاعي مش هينفع جميل المارجن اللي فوق ده حجمه قد ايه؟ اللي فوق خالص حجمه قد ايه؟ برضه مش معروف اتفضل ايه نستخدم ايه بدل البي ار؟ نستخدم ايه بدل البي ار؟ نستخدم بي ار في ايه؟ انت اصلا لو حاطط حاجتك في بايوجرافيز بتطلع فيجنز مش محتاج للبي ار يعني فور اكزامبل الوورد بريس هل وانت بتكتب في الوورد بريس هي بتستخدم بي ار؟ ديفولت انت بتاعتها ان هو يعمل بايوجرافي عايز انت تقرب البايوجرافيز من بعضها السي اس اس بتاعك انا لما اشتغل على شويه حاجات عارف وصل من الجهه من الاخر عارف هي بتعمل ايه؟ عارف هندلها من السي اس اس ولما اغير الديزاين في وقت من الاوقات مش هتعب ان يعني ان انا كنت بكتب الاول بتنسيق مختلف او كده او بستخدم تاجات مش عاملين بشكل بعد كده. فور اكزامبل عندي في موقع مثلا اسمه مسلم تيوب كنا عاملينه في قديم شويه كان في 2007 تقريبا او 2008 كنا لسه على الدنيا يعني في سي اس اس فكان الكيرف لسه مش موجوده في سي اس اس او مش سبورت في كل الباوزز كان بطريقه كده سيئه شويه. فعشان نعملها اضطرينا ان احنا نستخدم خمسه سته كده اوبجكتس تحت بعضهم ونقول انت الويتس بتاعك 100 بيكسل وانت 102 وانت 103 فالناس تشوفها تلاقيها يعني ها كيرف ففور اكزامبل جيت دلوقتي مثلا عايز بقى استخدم كود السي اس اس اللي بقى خلاص في كل البراوزر بس انا قعدت بقى افتح حته حته واشيل التاجات دي واحده فلما تكون عامل شغل اول مش حلو يعني تكون معتمد على حاجه مش ستاندرد تتعمل بعد كده احسن ما تستخدمش البي ار ده هو ممكن بس محل بس ادفانسد يعني ان انا استخدم بي ار مثلا لو انا عامل فلوتس لفات مثلا وبعد كده اعمل بي ار دي له كلاس كلير عشان بص
عشان بس ان انت لو كتبت الدفايه حطيت كلاس كيو وقفلت الدفايه فاضيه فده ستاندرد لي مش كويس مش صح معلش بتكلم حاجه تانية. انا فاهم قصدك بص بستخدم ساعتها البي يعني في الحته دي بالذات كل واحد ليه سكوب بالظبط ماشي جميل ولكن افضل تستخدم حاجه غير البي ار ما انت عايز تستخدم بي ار عشان تنسى عشان تبعد المسافه مثلا شويه لا مش عايز نسوي خالص انا بس عشان بي ار عايز تعمل مثلا ديفيجن تعمل بيك لين اه بالظبط كده طب ما تعمل ديفيجن تديله كلين وتديله هايت لو عايز دلوقتي 5 بيكسل ان ديفيجن ديف ما ينفعش اسيبها فاضيه يعني جواه لازم يكون جواه كونتنت لازم تحط سي ستاندرد زي بتاع السي اس اس ممكن تحط ان ال بي اس بي اه ماشي طرق مثلا جميل ساعتها يبقى فيه كونتنت بس انا اعتقد يعني انا ما عنديش مشكله ان انا بس ممكن تكون انت ممكن تكون قريتك مشاكل اكتر مني بكتير طبعا بس انت ديزاينر فاوكي تمام بس اعتقد الهايت يعني لوحده لو كونتنت هيقضي الدنيا اعتقد او ممكن تكون هيك اسمه على هي يعني دايما فعلا بنستخدم كلير اف اكس انا متهيألي اه هي دي اكتر حاجه بس دايما بستخدمش البي ار جميل آه، نقدر طبعا نديله نفس النظام مارجن توب مارجن فوتو نفس النظام في تاجات كتير طيب ده اسلوب لبعض التاجات هل دايركشن فيها حاجه زي كده؟ مفيش اصل يعني مفيش دايركشن لايمين هو دايركشن واحد هو دايركشن الصفحه بتاعتك خالص اوكي طيب الباك جراوند الباك جراوند بقى ليها شويه تفاصيل كتير قوي ليها اول حاجه الباك جراوند كلر زي ما انت شفت كده ان احنا جينا له ويند ليها باك جراوند ايمج بندي له يو ار ال وبين قوسين بندي له الايمج بتاعتها في ريبيت ولا لا شفت الصوره اتحطت فوق على الشمال في ركن وما اتكررتش ممكن نقول له ريبيت لو الشات ده ممكن نقول له ريبيت اكس ريبيت اكس تتكرر بالعرض بس زي ما احنا شايفين ممكن نقول له ريبيت واي هتتكرر بالطول بس هنا شايفينها هنا طيب احنا واخدين بالنا اصلا ان احنا بنسكول بنحرك الصفحه وهي ثابته عشان استخدمنا هنا فيكس جميل طيب هي ليه محطوطه اصلا على الشمال فوق عشان احنا استخدمنا مليانه كيف ممكن تستخدم سنتر سنتر وتبقى في نص الصفحه؟ طيب عرفنا من شويه ان لما بتكون حاجه زي المارجن ليها اكتر من اتريبيوت نقدر نقطعها. يعني نقدر اكتر من فاليو اسف نقدر نقطعهم زي ما اتكلمنا هنا مارجن وقلنا مارجن بعد كده ممكن نقول بقى مارجن ليفت وممكن نقول مارجن رايت. طيب يبقى كمان هنا ممكن نقوم جايين قايلين ان في باك جراوند باك جراوند كلر باك جراوند ايمج باك جراوند بوزيشن فوق يمين تحت شمال باك جراوند ريبيت سايز سايز ده شيء سيكون ده اساس اس 3 جميل فنقدر نتكلم برضه كل حاجه من الواحد كفايه كده كلام عن البروبرتيز ونرجع تاني للسيلكتورز البروبرتيز اللي هي اللي احنا قاعدين بنتكلم عليهم زي الباك جراوند زي الكلر زي الكلام ده كله الفاليو بتاعتهم اللي هي القيم اللي قدامهم اذا كان الكلر لونه كذا او المارجن حجمه قد كده جميل السيلكتورز زي بادي اللي هو بنقول مين اللي يحصل له كده مين اللي يتنفذ عليه التنسيق دي نرجع تاني هنا للكود نشوف دي شويه دي شويه سيلكتورز استخدمناها ان احنا كلمنا اتش 1 على طول كلمنا ايمج على طول كلمنا بادي على طول احنا كده كلمنا ندينا التاج باسمه ادينا له شويه قيم لو حد في اي بروبرتي عدد ده معين يسال عليها وانت ما تقدرش طب جيت هنا انا اديت كلمت حاجه اسمها جنه مين ده؟ مفيش تاج اصلا في الاتش تي ام ال اسمه مفيش مشاكل ممكن زي ما احنا شايفين هنا اهو ده صفحه الاتش تي ام ال رجعت لها تاني ادي حاجه اسمها اسمي تاج باي اسم ايه ده؟ واروح في السي اس اس انا استخدم انا عايز شغال 10 10 ده مش ستاندرد طبعا ده شغل مش ستاندرد بس شغال مش كان مشاكل اتش 5 ده ايه؟ اتش 5 ده لا ده سعر اثنين لا انا قصدي هو بالنسبه له عارف يكلمها طالما الاوبجكت موجود في الدوم او طالما التاج موجود في الصفحه وهعرف اناديك ليه طريقه ستاندرد هناديك بيها خالص بس الاتش تي ام ال هو عباره عن يعني بري ديفاين تاجز يعني ما ينفعش ان انا البراوزر مش هيعرف يتعامل معاها ازاي وهيحتارك زي ما هي فور اكزامبل هل ينفع تفتح صفحه اتش تي ام ال تكتب فيها ازيك عامل ايه؟ تفتحها على البراوزر من غير لا تاج اتش تي ام ال ولا بادي هتفتح صح؟ تفتح بس 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 طبعا لا طبعا ده مش صح
كده بس احنا هنتكلم عنها. كويس المفروض انك تقدر تستايل تاج مش موجود اصلا. طيب نيجي على الطريقه الثانيه. مفيش ناس بتعمل كده. ماشي انا اول مره اشوفها. خلاص حد بيعمل كده. لا بس في مرحله الشوكينج مش صح يعني. اوكي انا بس بندي مثال على ان تقدر تتكلم في اي تاج حتى لو مش موجود في الدوم حتى لو مش محجوز. هيشتغل على كل البراوزرز ولا اشتغل على الرابط يعني كروم ابل كيت فايرفوكس واي هي بالظبط. هل لو كتبتي كلمتين في ملف تكست وفتحتيه على الرابط هيشتغل؟ هو نفس النظام هو نفس النظام. في الاخر انا الكلمتين دول سميتهم اسم حطيتهم في سميتهم اسم قلت لهم حتى تنسيقات من سي اس اس. ما سي اس اس مش بالنسبه لاي حد هتنسقه خلاص. اي حد هتعرف تكلمه هتدي له تنسيقات. اوكي طيب الطريقه الثانيه زي اللي سار عليها زميلنا ان انا احط دوت بعد كده اكتب بعديها كلمه. دي كلاس. ده الكلاس يعني اروح ل اوبجكت عندنا زي باك اللي احنا اتكلمناه فوق هنا من شويه ده لو باك جراوند كلر 008 3 اصفار ديت كنا جايين من دينا. نيجي على التاج نفسه ونقول له كلاس ايكوال باك. اوكي ساعتها لما نروح نادي السي اس اس بناخد كلمه باك دي ونحط قبلها دوت. يبقى السي اس اس لما تلاقي دوت وكلمه معينه يبقى هتروح تشوف فين الاوبجكت اللي مكتوب عندها كلاس واسم. اوكي كذلك هنا قلنا كلاس لايت. كلاس لايت وديناها ان الكلر بتاعها جرين. فونت فاميلي وديناها اكتر من فونت ودي مميزات السي اس اس. يعني ايه تهومه اريال؟ يعني لو ما عندوش على جهازه تهومه هيعرضه اريال. اوكي؟ طيب فون سايز ده انا 12 بكسل في مقاييس كتيره جدا انا 12 بكسل دي في بي تي وفي ام وفي حاجات كتيره جدا. فونت ويتس نورمال. نورمال معناها انه مش بولد يعني. لو جينا نشوف ايه اللي بدل نورمال هنا لو جينا نشوف هيقول لنا دلوقتي ايه اللي بدل النورمال. ممكن نديله لايتر ممكن نديله بولدر ممكن نديله بولد وما الى ذلك. اوكي بعد كده تكست اونلاين رايت هو باي ديفولت طالما دايركشن ار تو ال يبقى لو رايت تو ليفت ار تي ال اختصار رايت تو ليفت يبقى اوتوماتيك هو هيكون التكست اونلاين رايت. دول تقريبا هما الاثنين دي جالنا هي مش عاجبانا. ماشي انا معاك ممكن بس نسبكت عليها بس ايه؟ واقف عليها لا حول ولا قوه. وادي اوف الستايل هي اوف الستايل. طيب معلش سؤال بس صغير على دي تبقى يعني باي ديفولت ان هي لوك ولا ان لاين اليمنت؟ ايه؟ ان لاين. ان لاين؟ اه ديسبلاي. جزئيه الديسبلاي دي يا جماعه مهمه جدا في اي اوبجيكت. اي اوبجيكت قبل ما تستخدمه هو ان لاين هيبقى بص هم زاويه جنب بعض. ايوه هي باي ديفولت مش ان لاين حتى هي مش واخده اي بروبيتس هي ما عندهاش اي ديفولت بروبيتس. خلينا نتكلم عن ديفولت بروبيتس. طب احنا ممكن نعملها ديسبلاي بلوك؟ اه بص عادي يعني مع التاج اقدر احرك فيه لو عايز. طب خلينا الاول نتكلم عن ديفولت بروبيتس وبعد كده نرجع ايه هو ديفولت بروبيتس؟ احنا عندنا اي اوبجكت ليه في حال مره بنستخدم سبان ومره بنستخدم بي ومره بنستخدم ديفيجن ومره بنستخدم تيبل. ايه الفرق بينهم؟ فرق حاجه واحده بس في الديفولت بروبيتس. بنستخدم بي وساعات بنستخدم ديفيجن. ايه الديف ديفيجن اللي هي الديف دي اي في. ايه الفرق بينهم؟ الفرق ببساطه جدا في الديفولت بروبيتس. يعني ايه؟ يعني انا بستخدم سبان عارف ان انا لو احط جنبه حاجه ثانيه هتظهر معاه في نفس السطر. يعني لو حطيت معلش يا شباب عملت سبان لو حد يعرف يعمل حاجه وكتبت هنا شويه كلام وقفلت مسلاش سبان. بعد كده قمت جاي عامل تاني سبان كمان وكتبت كلام تاني كلام خفيف كده وكتبت سبان. هو الكتابه دي ما تبقاش خالص في الكاميرا والله احمر طب ما فيش كلام مسجل كورس كامل وبعدين ما تبقاش في الكاميرا.
كلمة كلام وكلمة كلام تاني هيظهروا جنب بعض ولا تحت بعض ولا؟ جنب بعض. جنب بعض ليه؟ عشان الاسباب. طب لو عملت دي بي وبي 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 تحت بعض، ده مش بس تحت بعض، هيبقى في فرق بينهم. لو قلت هنا كلمة كلام وبعد كده في حتة هنا فاضية وبعد كده كلمة كلام تاني. طب لو ديفيجن تحت بعض ومن غير الحتة دي، طب ليه؟ هل دي هل ده حاجه غريبه في الكلاس ده، او هل ده انا بيميز سوري التاج ده، او هل ده انا بيميز التاج عن بعضها؟ هي دي ببساطه دي الديفولت ريبيتس اللي بيديها له الفانكشن. يعني ايه؟ يعني لو اخد مارجن بوتوم او مارجن مثلا 5 بكسل ال بي، ده واخد ان الديسبلاي بتاعه ان لاين اللي كان ما بيتكلم فيه دلوقتي. يعني ايه الديسبلاي بتاعه ان لاين؟ يعني باي ديفولت يظهر في نفس السطر جنب اي حاجه ثانيه. طب هو في نوع ديسبلاي ثاني؟ اه، حاجه اسمها بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني يقف يعمل كده في السطر، محدش يجي جنبه الا لو انت قلت له طيب، او يعني طيب فلوت مثلا، يعني انا اقف اعمل كده. يعني لو حطينا ده بي بي وبي بي، قلنا ليه هيظهروا تحت بعض؟ مش عشان ال HTML بتعمل كده، ال HTML ما بتعملش كده، عشان البروبيتس بتاعته ان هو باي ديفولت بلوك. طب ببساطه هل اقدر اغير ده؟ يعني هل اقدر اخلي البي الاثنين بردات بيظهروا جنب بعض؟ بسي سي اس اه. سي اس اس تقدر تعمل اي حاجه. اي حاجه في الاوبجكت اللي موجود تقدر انت تغيرها بقى اذا كانت ديفولت اوبجكت. فلما نيجي نتكلم على التاج الغريب اللي انا اديته دلوقتي دوت اللي هو جنب، يفرق ايه بقى عن اي حاجه؟ يفرق انه موجود من غير الديفولت بروبيتس. فهو ديفولت هو الديسبلاي بتاعه ايه؟ مرمي في السطر اللي هو انلاين، هو مرمي كده. فلو جيت دلوقتي والمارجن بتاعه مفيش والبادنج بتاعه مفيش وما الى ذلك، فلما اجي دلوقتي اقوم جاي قايل له انا اديته هنا ديسبلاي، اديته هنا ويتس 1000، عارف ليه ما تنفذش؟ لانه اونلاين. يعني حاجه بتظهر في نفس السطر ينفع تديها ويتس؟ هل الاسبان ينفع اديله ويتس؟ ما ينفعش. انما الديفيجن او البي او التيبل او الكلام ده كله ينفع اديله ويتس، الايمج ينفع اديها ويتس، انما الحاجات الاونلاين ما ينفعش اديها ويتس. طيب تعالوا اهو نور ديسبلاي ومجينا نقول له بلوك. ايه اللي حصل؟ ناسي الصفحه كلها. ده مش بس كده، ده عرض لي الصفحه لان اتنفذ عليه الويتس ال 1000. عرض الصفحه اصلا على حجمها، لان احنا شغالين على 800. اوكي، فلو لغيت الويتس بص واخد ايه؟ ماكسيمم لحد اخر المارجن. واخدين بالنا؟ طيب ده عشان اديته حاجه واحده بس ديسبلاي بلوك. في كذا ديسبلاي بقى حاجات كتير قوي اونلاين او ده بتاعه. اللاين بلوك دي بتاخد مستين كده لسه ايتم دي اللي هي بتبقى الديفولت بتاع ال اي ماركر ده مش عارف ايه ولا اونلاين. التيبل، التيبل ده زي التيبل. التيبل يفرق ايه عن البلوك؟ هو برضه واخد الصفحه كلها، مش حد عايز يرجمه، لكن كل الفكره ان ملوش ديفولت. يعني الويتس بتاعه اوتو حسب الكونتنت اللي جواه، مفيش كونتنت مش هيبقى فيه ويتس. زي ما انتم شايفين اهو صغر، مش مدين ويتس، فصغر بقى على حجم التكست بس. صراحه جميل. نرجع تاني هنا الكلاس اهو، احنا كنا بنتكلم على السيلكتور الكلاس. طيب ممكن نكلمه من خلال اوكي الهاش وبعدين نكتب كلمه معينه. ده زي الكلاس بالظبط. ده ببساطة إن إحنا كتبنا كلمة بوكس زي الكلاس بالظبط، محتاجين هناك نروح نديله إن الأي دي بتاعه بوكس بدل كلمة كلاس بنديله أي دي. نقول الفرق بين الكلاس والأي دي، إحنا هندي التاج كلاس وهنروح هناك نستايل الكلاس ده من ملف السكسس ونديله أي دي ونروح نستايل الأي دي ملف السي سيس. طب ما ايه الفرق؟ طب ما نستخدم واحده بس منهم. الكلاس ممكن تستخدمه اكتر لاكتر من تاج، لكن الاي دي لازم تاج واحد يبقى ليه اي دي واحد. بالظبط، هو اسمه اي دي يعني ما ينفعش يتكرر. في المقابل انا ممكن ادي ال 1000 تاج كلهم اديهم كلاس لايت. ممكن ادي كذا حاجه عندي، ممكن اديها الاي واتش 1 واديها كمان مره الايمج مثلا، ممكن اديها للتيبل فيظهر كل اللي جواه ياخدوا الكلاس ده. اما الاي دي هو تاج واحد بس هو اللي بياخد الاي دي. طب
مين الاوفر رايت؟ مين اي دي ولا بلس؟ اي دي. لان مين الاولى؟ لوجيك مين الاولى؟ لما ادي حاجه الاي دي يبقى انا بكلمه هو بنفسه، يبقى اكيد الاي دي هو اللي اوفر رايت على الحساب. ودي كانت جزئيه ثانيه بخصوص الاوفر رايت، في كذا حاجه كمان عندنا شويه. اوكي هنا الدينالو زي ما انتم شايفين، انا برجع بس كده على التاجز بسرعه. مارجن الدينالو 4 مارجن، الدينالو بعديها مارجن بوتن هنتكلم فيها في الاوفر رايت. الدينالو بادنج، الدينالو بودر، هنتكلم عن البودر قصته ازاي وهنتكلم عليه في الاخر. الو هنتكلم عن البودر وهنتكلم عليه في الاخر بعد سيلكتورز. بعد سيلكتورز ظهر الناس نامت يعني. طب احنا هنسأل شوية أو يعني أنا ممكن لو حد عايز يسأل يقاطع اتفضل. أوكي؟ طيب في حاجة هنا طريقة جميلة جدا. احنا مبدئيا النهاردة احنا ما بنتكلمش على كل السيلكتورز، احنا بنتكلم على سيلكتورز أكتر واحنا في الجي بي. أوكي؟ الطريقة اللي شايفينها دي إن احنا نكلم الاي دي الفلاني، بس انا مش عايزك انت، انا عايز الاتش تو اللي جواك. يعني توكيل تمام. نيجي هنا على الـ على الديفيجن اللي واخد الاي دي ده والتاج اللي جواه. اوكي يبقى احنا عايزين نكلم ده ننسق ان انا هنديله ايه، وان انا هنديله هنا تكست الاين سنتر، وان انا هنديله البوتو البوتو لو نحب نتفرج سوا. ادي الديفيجن اللي واخد اي دي بوكس، وادي الاتش تو اللي جواه. اوكي ده الديفيجن اللي احنا شغالين عليه من الصبح، وادي الاتش تو اللي جواه. اوكي طيب البوكس كمان جينا كلمنا الباراجراف اللي جواه نفس الطريقه بالظبط، ادينا لها تنسيق تاني. يعني مش كل الباراجرافز اللي في الصفحه احنا بنقول، احنا اتكلمنا بالتاج اهو بنتكلم بالتاج بنقول كل، بس هنا بنقول له كل الباراجرافز بس اللي جواك انت بس. يعني مش كل الباراجرافز اللي في الصفحه، لا الباراجرافز اللي جواك انت بس. اوكي طيب طريقه بقى ثانيه جميله جدا. عندنا 5000 ديفيجن، عايز اقول الديفيجن الفلاني، فهقول الديفيجن اللي واخد هاش كذا، اللي واخد اي دي كذا. ودي مالهاش استخدام قوي، لكن ليه استخدام قوي ده. انا مدي الاتش 1 قلنا ممكن اكون مديها من شويه لايه؟ والتيو والاتش 1 والاتش 2 ممكن اكون مديها لكذا حاجه عندي. الف تاج عندي في صفحه قايل له بلس ايكوال لايت. لكن انا بقول له كل اللي واخدين لايت مديهم تنسيق، واللي واخد اتش 1 عايزين نديله حاجه بقى زياده. انه يكون تكست اون لايت ده اصلا. يعني الاتش 1 اللي واخد الكلاس لايت. اوكي؟ التاج ال H1 نفسها تديها الكلاس اللي هو لايت ولا الديف ال ما هو انا اديت مثال لوحده. انا بص انا اديت مثالين اهو، مثال وقلت ده مش مستخدم قوي، لان طالما كلمتك حاجه باي دي هي مش مكرره، محتاج اوضحها اكتر. مش قصدي ال H1 ده واخد يعني عامل جوه التاج ال H1 واخد الكلاس لايت ولا الديف اللي جواها ال H1؟ طالما مفيش مسافه يبقى انا بقول له يعني اوكي الفرق بين كده وكده. كده ده اي حاجه جوه اتش 1 واخده كلاس لايت جوه اتش 1، يعني اي تاج جوه تاج الاتش 1، لكن الاتش 1 مش هيتاثر. انما كده انا بقول له الاتش 1 اللي واخد كلاس لايت، ممكن يكون عندي كذا تاج في الصفحه واخد كلاس لايت كلهم هياخدوا تنسيق اللي فوق عادة. الاتش 1 اللي واخد كلاس لايت الاتش 1 فيهم هو اللي هياخد تنسيق زيادة عنه، مش هياخد اللي تحت بس، زيادة عليهم، ده هي اوفر رايت على فوق. يعني في اكزامبل تعالى نبص فوق، احنا اصلا هيعمل ابند مش اوفر رايت، يعني هياخد ده ويزود عليه ده. ما هو مش شرط تبقى ابند، ما هو ممكن يكون في بروبرتي فوق هو هيمسحها ويحط اللي عنده. يعني في اكزامبل تعالى نشوف هنا مثال. عندنا حاجة هنا جميلة جدا في اوتلاين، يعني اقدر من هنا ابص اقول انا هنا مدي ال
هنا من الديلايت هو ده، فهو بيوصل لي ليه هو على كيف الكود. فهنا مثلا احنا مدينه كلر جرين كل اللي واخدين لايت. اوكي نزلت تحت قلت له ان انا انت بس حاجه زياده تكست اون لاين سنتر، انا بقفل مديله تكست اون لاين هنا مش مديله مثلا تكست اون لاين، هنا زي ما انت بتقولي يعتبر ابيند مديله تكست اون لاين رايت مديله رايت. يبقى هنا عمل اوفر رايت مش عامل بس ابيند، هو مش اوفر رايت للاتش 1 بس للاتش 1 بس. يبقى هنا كانه بالظبط اخذ كوبي من، يعني هينفذ كل ده وفعلا كان بروسس هينفذ ده كمان، هو هينفذ كله. وبعد كده بما ان ده لاسباب اكتر من سبب، اذا كان هو عشان هو تحت او عشان هو في تخصيص اكتر هيقوم غيرها. اخد بالنا من جزئيه التخصيص هي قبل اي حاجه، يعني هو في اولويه الكتابه. يعني فور اكزامبل قلنا فوق كل اللي في الصفحه في سيلكتور لذيذ قوي، ممكن هم جايين قايلين بالشكل ده أستريك. أنا ما أقصدش خالص كده. أستريك جايين قايلين له مثلا بودر 1 بكسل زوم بيت كده، أي أيتم في الصفحة ياخد بودر 1 بكسل بيت، ياخد بودر 1 ويبقى لونه أحمر. أوكي ده مكتوب في الاول، لو ده كاتبه في الاخر يخلي كل ده جميل. يبقى في اولا اولويه الكتابه زي ما يعني هو بيقرا من فوق جميل، مش بس كده بيقرا الملف المستدعى الاول وبعدين الملف المستدعى في الاخر، هو هينفذ على كل بوردر واحد بيكسل. اجي بعد كده اقوم جاي اعمل اوفر رايت واقوم جاي قايل له لا خلي مفيش بوردر. جميل، يعني فور اكزامبل تعالوا نبص على مثال لذيذ قوي في الاوفر رايت. نيجي هنا على الكلاس لايت، كلاس لايت وليكن احنا مديينها بوردر 1 بيكسل سوليد. اوكي ازاي بس صحيح هو ده عرفناه تمام. فده اخد فعلا اهوت لون اللي هو ازرق شويه 3 6 9. اوكي نيجي تحت هنا هم جايين قايلين له الاوفر رايت نال بودر نال مسح البودر، لكن لو قلنا له هنا بودر عليكم السلام. طبعا احنا بنكتب اتريبيوت في ال HTML التاج اللي هو ده اسمه تاج. اوكي ده اسمه اتريبيوت. اوكي بس ساعات لما بشغل فاير باك بيديني element on style بس ما بيبقاش جوه التاج حاجه، بتبقى هل قاري حاجه باي ديفولت من البراوزر؟ رجعت للتاب ال HTML دوت ولقيتي ما فيش حاجه؟ لا ما لقيتيش، مش كده ممكن تكون بس مش اكتر من بج، حتى ما بكتب فاير باك نفسه بكتب فاير باك معقول يعني مش لا فعلا ما اعرفش ممكن تكون ايه، بس اعتقد ان يعني انت حاول يعني كده جربها. انا كنت هقول لك ان هي الجافا سكريبت، يعني هو حاجه معمول لها وايد بالجافا سكريبت، ممكن تكون مش موجوده في ملف ال HTML نفسه. ندي مثال كده صغير، مش عايز ادخلكم في الجافا سكريبت بس المحاضره الجايه هتلاقي ان الفاير باك بيجيب رير تايم، يعني لو في جافا سكريبت عملت حاجه في الاوبجكت هتلاقي الناتج اللي انت شايفاه مش الناتج اللي مكتوب في ملف ال HTML، ملف الستايل وملف ال HTML. يعني لو الجافا سكريبت زودت element جديد في الصفحه، زودت تاج جديد في الصفحه، في المقابل انت هتلاقي التاج ده موجود هنا في تابل HTML. جميل، يعني هو بيديك الوضع الحالي مش بيديك اللي موجود في الملف الاساسي. الباراجراف دوت هنا احنا مدينه بوردر 5 بكسل سوليد
والبيور اللون بتاعه 1 2 3 طبعا. خد بالك ان الفاير باج بينقح الكود بتاعه بينظف الكود بتاعه شويه يعني شويه كده. اكزامبل لو عملنا هنا هوم مارجن وقلت جاي مديله 1 بيكسل وقلت جاي تحتيه اعمل له مارجن رايت 2 بيكسل فهعمل كده هلاقيه هو قال لي خلاص ما انت قصدك كده يا ريت تكتبهم في سطرين. طبعا ده بيكون اكيد افضل لان احنا زي ما قلنا السطرين هيعمل الاولاني وبعدين يبقى بايت على التاني. ده بص اكتر يعني ده في البراوزر هو فعليا عمل عمليتين. طب يعني ما تخليه يعملها خليه يدي الامه مره واحده. والاوفر رايت برضه نفس المشكله في الاوفر رايت. الاوفر رايت ما تستسهلش والاوفر رايت كتير وانت في الاخر بتدي البراوزر اكتر من حاجه مالهاش تايم يعني مالهاش تايم. بس بعدين عشان توبتمايز السي اس بتاعتك احسن ان انت السطر بتاعك بالظبط ملف السي اس اس تكتب فيه كتير في الاخر لما يتمسح كل حاجه من السي اس تكتب فيه كتير كل حاجه من 30 كيلو 40 كيلو. الكلام ده الكلاينت بيدونه من على الصفر عشان يشتغل على الجهاز. البوردر ندي شويه حاجات كده في البوردر. شوف هنا العنوان دوت واخد حاجه اساسيه قوي في البوردر واخد بوردر بوتوم بس واخد بوردر تحت بس. شوف اهو معانا البوردر ده الاسود ده بتاع البرجر انما ده بتاع الاتش تول اللي موجوده هنا اللي هي عنوان. اوكي مدي له ايه؟ بوردر 1 بيكسل داش وبعد كده مدي له اللون. داش دي فيه منها حاجات كتير قوي ممكن سوليد زي ما انتم شايفينها دلوقتي احنا ممكن نديله مارجن بوتوم 10 بيكسل عشان بتاع يجيب له كده عنده شويه ونتفرج على فوق ونطبق ده عشان نشوف اكتر كده واضح. داش دوتد يعني في كام حاجة تانية يا جماعة ما تنسوش سوليد وداش ودبل بس الباقي دخل في الألوان دبل دوتد داش تاني حاجة في دماغي طبعا في ريفرنس كتير في الأبتانا بيت كومبليت معاك ممكن تشوف اللي أنت محتاجه وقتها. أوكي وأنا ده اللون وأنا ده الحاجة. طيب في حاجة بقى لذيذة جدا احنا تعالوا نشتغل على بوكس اتش 2 دوت وندي كده كم مثال كومبليكيتد شويه فيها. احنا هنسيبه ياخد بودر كله ونديله احنا المارجن من هنا اللي احنا بنتكلم عليه مارجن كله 20 بكسل لان طبعا اللي احنا بنديهوله هنا في الفاير باك راجع ما نلاقوش. ده الشكل الحالي احنا اديناه البودر في كل حته مش بوتوم بس يعني. اوكي طيب تعالى بقى نبص هنا اهو ممكن بعد ما اخلص ده اقوم جاي قايل له ان بودر ويت 20 بكسل يعني باوفر رايت على اول واحده دي بس كله شايف بودر ويت 20 بكسل. اوكي زي ما انتم شايفين البودر بقى شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين. اوكي طيب فادتني في ايه؟ نرجع للمارجن فكده المارجن كانت بتاخد اربعه اتربيوت فوق يمين تحت شمال نفس النظام هنا ممكن نعمل لها كده يعني ممكن نقول ايه ان دلوقتي 10 بيكسل ممكن نديله سوليد عشان نفهم اكتر. اوكي خدنا لنا ان ده فايع 10 بيكسل انما ده 20 بيكسل جميل ممكن نيجي بعديها ونكمل بنفس الاسلوب 5 بيكسل فيقوم جاي ده يبقى اللي تحت بس يبقى اللي تحت 5 يمين وشمال 10 و20 والرابعة هي زي ما في حاجة كمان نفس الأسلوب بالظبط بودر كلر ساعتها بنقدر نديله أربع ألوان أو لونين أو ثلاثة نفس الأسلوب بالظبط يعني ممكن نقوم جايين مديله أنت خد في الأول كذا وبعد كده خد كذا
عن كده وكذا. كل ناحية بقى. طيب ممكن أكتر تخصيص من كده هي البودرة عشان فيها كذا بروبرتي، هتلاقي فيها تفصيلة كتير. الموضوع مش جدا، الموضوع زي ما أنت تتخيل. ممكن بعد ده كله أقوم جاي، لا بص أنا عايز البودرة أصلا بوتوم بقى بعد ده كله 2 بكسل و داش و بس. هو واخد اللون اللي فيه. ممكن بعد ده كله أقوم جاي، لا بص أنا عايز البودرة بوتوم بس. ويتس تذكر كان ويتس ويت 12 بكسل. كل تخصيص اللي انت بتتخيل فيه احسبه لوجيك. طالما معاك حاجه، طالما معاك جوجل وطالما معاك حاجه بتعمل كومبليت، يبقى الموضوع سهل. اوكي طبعا اللي انا عملته ده اسمه يعني اكفاء كده، كاتبين عاملين اوفر رايت على الكود 3-4 مرات، ما له اي لازمه يعني. طبعا لو رحت دلوقتي للفاير باج هتلاقيه، بص يا عم هو اكتب ده وخلاص. بص عمل هنا حاجه بقى الفاير باج، دخلناها في حته ثانيه، خلينا في ان ادي البودا ويتس. انا خلاص طالما كل واحد ليه ويتس، مش هكتب البودا بوتوم وادي له تنسيق كامل، البودا وايت وادي له تنسيق، لا انا بص هعمل بودا ويتس وادي له كله، واعمل بودا ستايل وادي له كله سوليد سوليد داش. واخدين بقى، واخدين بالكم ده هنا بقى فوق، ده هنا بقى يمين وشمال، ده هنا بقى تحت. ده حاجه ثانيه بودا كلر واداله لون لون. بعد كده ده شويه حاجات خاصه بالموزيلا، هو بيلعب شيء يرجع له يعني. الكلام ده ما ينفعش نستخدمه اي حاجه بتكتب داش موز، حاجة خاصة بالموزيلا فايرفوكس، موضوع شوية هنستخدمها ستاندرد. و اللون الرابع. اوكي. مش فيه انا زينا زي كتير وكلنا كاتبين كود؟ حد يقترح؟ روبرت من ده مش فيه؟ البوزيشنينج؟ ممكن ندي بيك؟ بوزيشنينج يبقى لازم يبقى فيلم طويل. بس اوكي ندي بيك. لا دي عادي ما يخش. باك جراوند كذا، وهنقول ان الكلر بتاعه تمام. ده بالاوفر، ده سيلكتور مش اكتر، ما عملناش هنا اي حاجه جديده غير ان في سيلكتور جديد اسمه اوفر. في سيلكتورز كتيره بالاسم ده، احنا ما اتكلمناش على 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 ربع السيلكتورز اللي ممكن تكون موجوده عندنا في سي اس اس 2.1 سي اس اس 3. اوكي سي اس اس 3 فيها سيلكتورز اكتر بكتير. هي ويب سايت والله انا من رايي اعملها اللي انا هشوفه هيعمل بروسيس اقل، اللي انا هشوفه الاسهل. اذا كان الاسهل بالنسبه لي ان انا اعملها سي اس اس، خلاص اعملها سي اس اس. بدل دي يعني ليه اعمل بروسيس بالجافا سكريبت كمان؟ فاهم قصدي؟ خلاص هي هتتعمل بمجرد ان كلاس ما هو عليها يعمل كذا، بس في المقابل الافكتس هتكون اقل. يعني هي برضه سي اس اس ما بتديكش افكتس، هي بتديك بروبيرتس. خلينا نقول الجافا سكريبت بيقول ان هي بتعمل شويه افكتس صح؟ ازاي الجافا سكريبت هتعمل فور اكزامبل كده؟ الجافا سكريبت يا جماعه وظيفتها انها بتزود اوبجكتس جديده في الصفحه، او بتعدل على شويه اوبجكتس موجوده، بتغير اتريبيوتس، او بتغير سي اس اس بروبرتيز. الجافا سكريبت نفسها ما تقدرش تنسق الصفحه، ما تقدرش تزود تاج، يعني ما تقدرش سوري تخترع تاج. هي ما فيهاش حاجه، ما فيهاش حاجه بتعملها في الصفحه غير انها تستخدم امكانيات اتش تي ام ال وامكانيات سي اس اس. فاللي انت شايفه ده اللي عمله سي اس اس، بس اللي عمله رن هي جافا سكريبت. اللي لسن منك الايفنت، اللي استنى عمل الكلام ده لما انت دوست بس، دي جافا سكريبت. يبقى هي لما انت دوست هي كانت واخده كلاس معين، بقت مديها كلاس تاني، وفي النص بينهم بدات تغير القيم دي كل جزء من السنه. يعني فور اكزامبل تعالوا نشوف ده هنا على الفاير باج. على الفاير باج عارفين الفاير باج ده تقريبا اوكي ده اي فريم. احنا الصفحه دي الصفحه دي بتعمل كده بتعمل كده.
بنشوف تحت هنا اللي بيتغير. خدنا بالنا هنا اللي بيتغير. هو هنا في حاجة اسمها بانل معمولها ديسبلاي نون يعني مخفية. لو ظهرناها انت ده CSS بس صح؟ اذا فالـ CSS هي اللي تحكمك في الجوبات. والله اذا كنت انا مش محتاج الافكت خلاص قول له لما يهوفر عليها خليه بلوك بس هيظهر يكتب هيظهر. هل هنا في اي جافا سكريبت؟ مفيش اي جافا سكريبت. مش هيعمل الناس مش هيبقى فيه السلايد مش هيبقى فيه السلايد والسلايد ده نفسه الجافا سكريبت ما بتخترعوش برضه. بتعمل ايه؟ اللي تابع هنا نو الصف ده هو ده اللي بيتم فيه الـ 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 هو ده السلايد اللي فوق اللي بينزل شويه بشويه. بص نشوف اللي بيحصل فيه. الحين صح؟ ده اوكي اللي حصل انه زود له البوزيشن بتاعه جزئيه جزئيه زود له التوب بتاعه بدا ينزل 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 خلص خلاص اداله كلاس تاني. فاهم قصدي؟ هي كل الفكره ان الجافا سكريبت بتستخدم الويب بيجز بتاعت السي اس اس وبتغير الفاليوز. طيب انت محتاج تذاكر شويه حاجات في السي اس اس زي البوزيشننج اللي كنا بنتكلم عليها من شويه. لو تحبوا نفتح كلام عنها شويه مازال الحوار مفتوح عن ايه الاتريبيوتس اللي عايزين نتكلم عليها. لايك معين تاج معين اسوي بروبرتي معين في سي اس اس عايزين ندردش فيها. هو الوقت قد ايه؟ طيب على العموم انا تقريبا انا خلصت النهارده ما عنديش حاجه واحده بس هنتكلم عليها ما عدا المحاضره الجايه والكلام مش اكتر من كده. جميل دلوقتي ممكن نفتح كلام عام عن روبيت معين ممكن لو وراه مشوار برضه او لو معاك او كده ممكن ممكن اتفضل. اوكي نتكلم عن البوزيشن. جميل طيب موضوع البوزيشن ده لذيذ جدا. ممكن نفتح اعتقد ملف جديد افضل. معلش لازم حاجه كمان قول لنا الريسورسز اللي ممكن نتابع عليها. انا في عندي كام ريسورس انا دلوقتي موجوده هنا انا بحطها في اخر يعني هي موجوده في اخر البرزنتيشن القديمه ما بتذكرش ان انا حطيتها بس انا ما حطيتهاش يعني. الناس اللي شغاله بالتيم هيبقى الموضوع مختلف معاهم شويه وممكن يحصل شويه عك في دماغهم كده ويلخبطوا شويه بس حاولوا نركز وننسى كل اللي احنا كنا الاسلوب اللي بنفكر بيه بس. احنا زمان كنا بنفكر بالتيبلز الناس اللي شغاله تيبلز ان الصفحه دي زي قوالب الطوب كل حاجه فوق بعضها عشان تحط حاجه في حاجه لازم تعمل تيبل كبير وتحط فيه التيبل فوق بعض. الكلام ده مش موجود. الكلام ده مش موجود لما بنيجي نستخدم بقى امكانيات سي اس اس ونستخدم ديفيجنز. الموضوع عندنا ان انا حاجه شبه ان انا شغال لاي اوت زي ما اقول ان انا شغال فوتوشوب يعني بحط لاي اوت على لاي اوت مثلا. ده ممكن طريقه. ممكن طريقه ثانيه ان انا الترتيب ملوش دعوه بان الحاجه فين السي اس اس لان انا ممكن حاجه تبقى في اخر الصفحه احطها فوق حاجه ثانيه احطها يمين احطها شمال في الاخر اي حاجه تيجي بقى تبقى تيجي في الضغط ده في النص. الكلام دوت يعني محتاج بس تغير تفكيرك شويه. انا هبدا زي ما ما فيش اي حاجه معايا في دماغي فاتمنى الاسئله تكون كتير. هو في سؤال دايما بيقف قدامي عايز احط ده فوق ده. ده باك واخده حاجه فوقيها ده تعال نجرب بس يعني اعتقد مش هيبقى يعني مفيش بروجكت في دماغي يعني حتى المساله اللي انا حاطينها كنت اتمنى يكون في صفحه نظيفه نشتغل عليها هتلاقي في ريزلت جميل يطلع بس يعني للاسف مش من عندي.
ممكن نجرب اهو، احنا هنحط دلوقتي الديفيجن وهنسميه نديله كلاس ونقول عليه باك، وهنعمل ديفيجن كمان نقول عليه كان مثلا لو مثلا عايز اقول ده مثال على نفس الويب سايت بس مع فرق ملف واحد بس سي اس اس. ده هو ده اوكي هكود اتش تي ام ال كله نفس السكريبت ومفيش اي تعديل حاجه واحده. فاهم بس هو ملف السيسيس التعديلات بالكامل السيسيس فيها مثلا بتكون كومبليكيتد اكتر من كده وفيها تفصيله اكتر من كده من حاجات بقى طلعت فوق حاجات نزلت تحت ومنيوز اختفت كمان زي ما فيسبوك. نعم ابسولوت المفروض ان هو تحت خالص. اه
محدش عنده معرفه الابسوليوت. الابسوليوت في اخر الصفحه يعني بس في اخر حاجه في الويندو صح؟ في الويندو في الويندو مش في الكونتنت كله في الويندو يعني بس كل بس كل بصور تحت يعني سبب. اما بصغر حجم الويندو بص هو لسه زي ما هو لو لغيت الفول سكرين هو لسه زي ما هو لو عملت ده هو لازق معايا بص على اللي فوق اوكي ده نفسي كده ينفع يقولوا بين الفيكس اللي هو بيكون زي الفيسبوك شات معايا تقطع طيب احنا هنعمل ليكن عندنا هنعمل ابسوليوت اوكي انا هنديله ان هو زي ما شايفين ده استخدمنا للفاير بوك ونفس سنه كويس في الاخر لما طلع الجهاز نيجي على ده اعتقد هناخد نفس اللي هنا وبعدين نعدل كده الاثنين بقوا فوق بعض هناخد واحد منهم جايين هنا من انت الليفت بتاعك هيبقى 150 وهيبقى التوب بتاعك ممكن نخلي الفرونت ترانسبيرنت اوكي هعمل كده دلوقتي تمام بس احنا الاول كده بقينا شايفينهم بشكل واضح مين قدام ومين ورا اوكي تعالوا نتكلم بقى على ازاي نطلع واحد قدام واحد ورا طبعا اتغيرت ضيعوا ليه؟ مش الفاير باج احنا عملنا مين الاول ومين الاخر؟ الفاير باج شغال ريل تايم انما ده في الاخر هنا ده اشتغل انهي فاج الاول وانهي فاج في الاخر؟ الفاير باج برضه مش عارف اتحرك ازاي هنا احنا كتبنا الباك الاول الباك الاول فالبراوزر نفذ الباك وحطه دي حاجه جديده ظهرت باي ديفولت حطه قدامه لان هو جديد انما كان في الفاير باج احنا عملنا ده اللي عكستها لان احنا نفذنا واحنا شغالين فده كان موجود من الاول واحنا عملنا بقى على الثاني فبقى رجع جميل طيب دلوقتي احنا عايزين مين يبقى قدام الباك صح؟ لا الفرونت هو اللي يبقى قدام الفرونت سوري هو الفرونت هو اللي قدام هو كده قدام اهو ده الباك اهو ده الورا اوكي عايزين الفرونت الباك يبقى قدام هنستخدم حاجه اسمها زد اندكس باي ديفولت دلوقتي الاخضر واخد زد اندكس اقل من الجراي ان هو ده الفرونت وده سوري ده الباك وده الفرونت اوكي زد اندكس تعال نديله 9 ظهر قدام
نعم مين اللي قدام؟ ترتيب مين اللي قدام؟ اي و زد. طب اشمعنى 9؟ لو ليرز فبتحط ترتيب فين؟ تعال نخلي الثاني 10. ما هو اللي قدام